أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر، والذي يعرض من على شاشة الأيام الفضائية المباركة. مثل ما شفت الحلقات السابقة مشاهدينا الكرام، صورنا في بابل، بعدين واسط، بعدين انتقلنا إلى بغداد ومناطق كثيرة وأقضية ونواحي. الهدف من هذا الموضوع هو تسليط الضوء على هموم يعيشها المواطن العراقي، وبنفس الوقت استثمرنا فترة الانتخابات من أجل أنه نلتقي بمرشحين، نشوف شنو إمكانية هؤلاء المرشحين في إيجاد حلول لهذه الهموم وهذه المشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي. بالتالي إحنا اليوم بالنجف، النجف الأشرف، وحقيقة أيضا مجموعة من المرشحين راح نلتقي بيهم باختصاصات مختلفة، يحاولون أنه يقدمون خدمة إن شاء الله، أتمنى لهم الفوز طبعا. ولكن أريد أقول لكم بالضبط أنا وين. إحنا في الكوفة في حي ميسان، تحديدا في شارع الكيات. مثل ما تشوفون هذا الملعب الشعبي، وأكو هنا ملعبين، تشوفون هذا الملعب اللي هو يعتبر يعني أحسن من ذاك الملعب الآخر، على اعتبار ذاك يسموه الملعب الملحي، شي يسموه ما أدري. أما هذا الملعب لا، أكو بيه يعني ثيل وحسب الأصول، لكن الله وكيلكم مروج ووضعيته حيل تعبان. وتشوفون يعني حتى مصطبات ماكو، يخالين بلوكات، خالين كذا. يعني إذا أي فريقين يلعبون هنا، اللي يريد يتفرج على اللعبة ويشاهدها يقعد على بلوكات. ناهيكم عنه، أول ما تدخل تشوفون النفايات اللي موجودة في باب هذا الملعب. ما أعرف هاي مسؤولية منه، البلدية، ما أعرف المحافظة، منو المفروض يعني يتابع الخدمات اللي المفروض تتوفر لهذا الملعب. كهرباء ماكو، ما أعرف، حتى الحمامات اللي تشوفوها آخر شيء هناك راح أوريكم إياها، مو صالحة، وضعها تعبان، ماكو غرفة يخزنون بيها الكرات. يعني بؤس في بؤس في بؤس. ومع ذلك أكو محاولات إلى أنه المحافظة على هذه الأرض من أجل أنه شباب يجون يستثمرون وقتهم في الرياضة إلى غير ذلك، بغيت انه لين جرفون في امور كثيره كليتنا نعرفها شنية. على كل اكو شخص مرشح نفسه انتخابات مجالس محافظات هنا بالنجف، راح نتعرف عليه. مرحبا استاذ، شلونك؟ عيني، شلون الصحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك. ممكن تعرفنا بنفسك؟ الكابتن مشتاق غني عبادي الحلفي، مرشح على قائمه ابشر يا عراق، رقم القائمه 143، تسلسل 19. تشرف بك، الله يحفظك. أستاذ تربوي، ماجستير تربية رياضية، مدرب شباب نادي الكوفة، نائب رئيس مجلس رياضي في محافظة النجف الأشرف. بالتالي أنت تربوي، وممكن شوية تحدثني عن واقعك، يعني يومك شلون تقضي كمدرس رياضة بالمدرسة؟ عندكم يعني هاي الحصة تطوها يعني مثلا للطلاب؟ لو ياخذوها منك المدرسين يقولوا لك عندنا نقص بالمادة، فممكن بلا زحمة عليك تعطينا درسك حتى مثلا ابو الرياضيات او ابو العلوم او ابو العربي، او شوف شلون اكو شيء يصير؟ والله الصراحة يعني اذا تحكي بخصوص باغلب المدارس، اللي يكون ما عندنا ساحات رياضية بالمدارس ممكن يستغلون درس التربية الرياضية، اكو استغلال. انت وياك شو يصير؟ انا شخصيا اللي يكون عندي ساحة رياضية ما انطي درسي، يكون هو درس مهم. اليوم درس التربية الرياضية مهم، انا رغم ماجستير تربية باقي بالابتدائي ويا البراعم، درسي ما انطي ولا دقيقة. اللي يكون عندي ساحة استغلها، عندي ملعب اخذ تجهيزاتي الخاصة بالسيارة، ممكن استغلها للاطفال، لكون صار درس ممتع للطفل. فأنا ما أنطي درسي خاصك شخصيا، ما أنطي. بس أغلب المساحة اللي عندكم بالمدرسة إيش قد مساحتها؟ مساحتها تقريبا 20 في 20، يعني 3 في 3 يلعبون، 4 في 4 يلعبون أطفال. أسوي لهم درس مثلا حركات لعبات مع الأطفال، شلون يسوي الشسمة الطائر وشلون حركات، يعني ما تقدر تستغلها أنت. يعني ماكو رنج، ما سلة، ماكو لاكو أهداف يد، ولاكو سلة، ولاكو طائرة، ذني معدمات أصلا على مستوى. ليش ماكو اهتمام؟ يعني تخطيط صحيح ماكو. من قبل منو؟ من قبل الحكومات السابقة، وزارة التربية، من كل تخطيط، وزارة التربية، وزارة مقصود هذا الشيء. لو البلد مو بحاجة إلى الرياضة والاهتمام بهذا الموضوع، والله إذا حقيقة أنا مسؤول أكثر من 1200 شاب رياضي اليوم، كان الهدف من عدها كون ساحاتنا الرياضية استغلت،
استغلت واستغلت كاستثمارات مجمعات مولات مولات. زين انا اريد اسالك، هذا هاي الساحه ملعب شعبي؟ هذا ملعب شعبي. زين وهذا شنو مجاني؟ هذا ملعب شعبي مجاني. تدري انت هذا احنا قضاء الكوفه ما عندنا غير ملعبين شعبيه، وهاي تشوف الاهمال وعدم الاهتمام بهاي. هاي صار 11 سنة ملعب ما حد واصل له، ما يقول هذا الملعب شنو، هاي الشباب من يدعمها؟ بس كل 4 سنوات ممكن شهرين نستغل. وانت شنو جابرك انه تجي هنا وتمرن وفرق شعبيه والف متمرن تمام؟ شنو اللي جابرك؟ الصراحه اني اقول اليوم لو نوصل للواقع هذول الشباب انا ملهيهم لهيهم، ويكون الحكومة تشكرني على هذا الشيء، لأن من الثنتين لحد آذان المغرب هو ملتهي هذا الشاب ملتهي، يروح منا يروح يصلي ويتعشى وينام، ما له شغل بهاي الأمور. من انقرضت ساحاتنا، من راحت ساحاتنا بدأت الشباب تلتجأ إلى أمور ثانية، أمور للكوفيات، يقعدون بالأبواب المنازل، هواي امور اليوم مخدرات. هو هذا انا اقول امور اخرى، انا اقصد المخدرات. انا اليوم عندي اكثر من 5 شباب اساسا انا المسؤول عليهم، لقيتهم من اكبر تجار مخدرات اللي قبضوا عليهم الحكومه، هم كانوا لاعبين عندنا، لكون ساحاتنا انقرضت راحوا التجأوا الى امور اخرى. ذلك طالبنا وحكينا ليش مدخل الملعب كله نفايات وحارقيها، وهسه قبل شويه هم شفنا واجا حذب علاقه بيها، يعني فضلات مال اكل باب الملعب، ليش؟ هذا تمويل ذاتي احنا، هذا كله هسه الملعب ترى والماي يعني ما يخاف، يعني ما يقدرون مثلا اللي يلعبون هنا انت تقول لهم تعالوا يابا خلينا نسوي حمله ننظف السياج هذا كليته. يعني ترى هاي امور دوله، ما يقدر الطفل او الشاب ترى الى متى يظل يلم، هاي مو تقول من داخل، هاي شغل بلديه. يعني احنا اليوم النفايات محافظه النجف وصلت الى مرحله يعني لا يرثى لها، ما نعرف شنو السبب. لذلك اقول اني غيره. يعني اكو كهرباء هنا؟ ما عندنا كهرباء. يعني مثلا يعني اذا ظلمت الدنيا هاي لازم توقف اللعبات، انت حدك لاذان المغرب انت هاي البلوكات شنو؟ هاي البلوكات هنا يقعدون الجمهور، هذا بلوكات مدرج مال الجمهور، هذا يعتبر ملعب صارفين عليه كذا مليون، هاي مدرجاته، هاي مدرجات. هاي بناية شنو هناك؟ هاي بناية حارس احنا بنيناها لان استغلت هاي بالليل الى امور غير يعني مال مخدرات وكذا. لذلك الدور لمينا احنا كشباب منطقة، لمينا بنينا للحارس وقام يحرس هاي الملعبين يعني بجهود ذاتية، وروحوا شوفوا المنازع وشوفوا الحمامات وشوفوا فتشي المخازن مال ملاتنا وشوفوا نصور هسه؟ تقدرون روح شوفوا الواقع الحقيقي للرياضة، للفرق الشعبية. أنا ما أقول أندية لو هاي فرقنا الشعبية هي أساس الأندية مالتنا بالمحافظة. مشاهد الكرام، رويناكم الغرفة اللي بيها الدريسات تمام، وش قد يعني وضعها تعبان، بانيها شوم كان من البلوك وخلي لها هذا التشينكو. هسه راح نشوف الحمامات بهذا الملعب الشعبي، شوفوا الاهتمام اللي على اصوله. تفضل صاحبي راسك دير بالك. هاي هنا بنيتوا غرفة للحارس تمام، بنينا غرفة للحارس وطبعا هذا واقع كل الملاعب الشعبية بالمحافظة. يعني أنا أتمنى يكون زورون أكثر من عندنا 50 ملعب لأن انقرضت ملاعبنا. كل هذا واقعنا الحقيقي، إذا تجي خلف الكواليس تلقى هذا الشيء، تعال شوفوا الإهمال وشوفوا هسا هاي الحمامات. هاي حمام، هذا تواليت، هذا حمام، هذا مخزن، هاي كراتنا، هاي غسالة نغسل بها اليلقات الدارس. هاي كلها جهود ذاتية، ما حد متفضل عليك. زين انت هسه شوي ارد عاتبك، يعني ما عندك فد ديلا بقفل اخلي بيه طوبات مالتي ارتبها احسن من هالمنظر هذا؟ افاجئك، انا افضل ملعب نموذجي هو هذا عندنا بقضاء الكوفة. يعني افضل ملعب نموذجي، يعتبر الملاعب النموذجية هاي جاي يشوفه. يعني هاي جهود ذاتية، يعني ما تقدر أنت تجيب لك عامل ولا تجيب لك موظف. زين هسه أنا بدي أسألك سؤال، أنت هسه
شنو السبب والدافع اللي خلاك ترشح الانتخابات مجالس محافظة؟ سببين حقيقة. شنو؟ الواقع التربوي، كون أميز بين المدارس الأهلية والحكومية وأخليها ماكو فرق بيناتها. من أريد أبني واهتم بالمدارس وبناء المدارس كون أبني. بناء المدارس؟ يعني احنا عندنا 45 طالب بشعبة واحدة أكثر وأكثر أو أكثر أسانة بالأدنى جي، وعدي 20 بالأهليات ما يقبل غير 20. الأهليات تبني 5 طوابق 6 أنا ممنوع أبني. ليش؟ بناء عمودي، لازم بناء عمودي. أول شيء أهتم الحكومي لا، لازم أول شيء نكون نبني بناء عمودي بالمدارس الحكومية. هذا شيء حتى تستوعب أكبر عدد أحسن من الطلاب، يكون عدد التلاميذ بالصفوف أقل خوي. أحسن. وتجي للجانب المهم هو الحماية من الاستثمارات اللي قضت على ملاعبنا الشعبية، بحيث التجأت الشباب إلى أمور أخرى مثل ما تفضلت بالبداية كلامي، التجأت للمخدرات. مش مدري إن الجزء هذا بعد فترة يستثمروا هذا الأرض ويصير هنا فد مجمع سكني أو يصير مول أو شوف شنو. أنا من خلال قناتكم أوجه رسالتي رئيس الاتحاد، أعضاء الاتحاد، رؤساء المجالس، أوجه رسالتي أقول اليوم لازم يمثلكم شخص ابنكم، شخص ابنكم يمثلكم بالمحافظة ويحمي ساحاتكم اللي بقت قليلة. لا يجيني سين من فلان يعطيني درس أو يعطيني كرة أو يعطيني فد شيء بحيث بعدين أحسن أنتخبه، وبعدين مقابل أول شغلة استثماره يجي يقضي على ساحاتنا. يعني أنت كمرشح شو وزعت؟ أنا أريد بس دعاهم إن شاء الله. يعني حقيقة ما أقدر أوزع لأن إمكانيتي يعني ما أقدر. أنا اليوم لو إمكانيتك زينة، لو إمكانيتك زينة توزع للواعي وكذا وهيك شيء. أنا شنطي للرياضيين أعتبرها قليل، لأن إحنا الرياضيين شريحة مهمشة. محافظة النجف شريحة مهمشة حقيقة. أول أمور أقدر أهتم بها هو دعم هاي الشريحة وحماية هاي الشريحة اللي بقت فئة قليلة من عدها صراحة. شفتوا واقعنا، بلكي إذا الله وفقنا نقدر قدر الإمكان نعالج هاي الأمور، نعالج هاي كرة. شنو الكرة إذا أنا بالشهرين أعطي هذول الشباب كرة ب5000 دينار ب10000 دينار؟ شنو قيمة الدراسة إذا أوفر من ضمن ميزانية مجالس محافظة أوفر فد كذا ألف دينار لهاي الشباب المظلومة؟ ليش مهمشين وهم من أهم الشرائح بالمحافظة؟ سأحكي على بشكل محافظ. بالتالي انت مركز على لجنة الرياضة، تمام؟ اكيد لجنة الرياضة، لجنة التربية. ايه؟ ذني اهم شريحتين اللي يكون عملي بي هنا انا. اليوم اذا ما اهتم بهاي الشريحة مثلا هذا المنظر اللي نشوفه قدامك، والله ترى من السهولة تنظيفه. والله العلي العظيم اقول اليوم كان هدفي للانتخابات مجالس محافظة احافظ على هاي الساحات واحمي هاي الساحات، لان انهملت وانقرضت وشوف النفايات اللي وصلت. أنا لا أهتم بشريحتين التربية والرياضة، أعتبر هذا إنجاز إلي لولاية أمير المؤمنين. أنا أتمنى لك كل التوفيق يا أستاذ، وإن شاء الله ربي يتحقق نجاح كبير من خلال انتخاب الناس إليك، وإن شاء الله تكون سند وداعم للملاعب الشعبية اللي هي طبعا تطلع من هاي الملاعب شخصيات كثيرة والواعي ممتازين يصيرون بالمنتخبات بالأندية، وبالتالي يحققون نجاحات كبيرة ويحترفون، حتى يحترفون خارج منتخب وطني. كرار جاسم من هاي الساحات، صالح سدير من هاي الساحات، لاعبين منتخب وطني، طاهر حميد، عيال سدير. مشاهدينا الكرام، ولا بدي تحكي انت بس أرد أرويكم فتشي بلا زحمة عليه. يعني هاي هنا هاي الدريساتيات، شوفوها هاي الدريسات، خليها بهالشكل هذا. واكو غسالة، تخافون اكو غسالة تغسل وتترتب وهاي زين. وين تشروها؟ هو اكيد هنا، يعني شلون على الجول على الهدف هاي بدون شبك. يعني هم اخوان، الله يحفظكم. كل دول العالم اللي هم يحترمون شعوبهم يفكرون بابسط الشرائح ويسوي لهم اماكن مرتبه ومحترمه. بلدنا غني، بلدنا قوي، شعبنا قوي، نستحق الحياة. كل الشعب العراقي يستحق الحياة، إمكانيات مهولة، بلد غني في كل شيء يستحق حياة كريمة. وبالتالي مع الأسف يكون عندنا هيجي واقع، وفي هكذا ملاعب المفروض تقدم خدمة لهذه الطاقات الشابة والصاعدة حتى تبني نفسها وتحقق ذاتها في بناء العراق.
على كل أنا أتمنى لك التوفيق أستاذ. أنا بس نقطة أوضح فضل. عليها أقول 20 سنة يجينا المسؤول يقول انتخبوني وسوف وسوف، هاي السوفة مال 20 سنة، هاي السوفة. لذلك إحنا رشحنا كشباب، رشحنا نفسنا، خلي إحنا نبني البلد، إحنا نحافظ على شبابنا، إحنا نحافظ على أبنائنا. الصراحة كافي وعودات، 20 سنة وعدونا، وإحنا اليوم إحنا نريد نتصدى. أتمنى لك التوفيق أستاذ. إذن مشاهدين الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، ما زلنا في النجف في إحدى المناطق اللي طبعا موجودة في كل محافظات العراق، لكن نريد لها حلول، وإن شاء الله هذه الحلول موجودة من خلال ما سيقدمه بإذن الله تعالى أعضاء مجالس المحافظات اللي هم متوزعين في كل المحافظات العراقية إن شاء الله. ونلتقي بشخصية أخرى من النجف الأشرف، عرفنا بنفسها وأيضا يعني نعرف من عنده شنو الأمور اللي يحاول جهد الإمكان يطبقها على أرض الواقع من خلال اختصاصه وكذلك رؤيته. مرحبا أستاذ، شلونك؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك. أريدك تعرف نفسك للسادة المشاهدين. دكتور ناجح الرماحي، المرشح لمجلس محافظة النجف في قائمة تبشير العراق، الرقم القائمة 143 تسلسل 2. حقيقة أنا تربوي، كنت مديرا الإشراف التربوي في النجف الأشرف لمدة 16 عام. عملنا بعمل جيدا مرضي لكل أهل النجف والمراجع حتى الوزارة، والحمد لله خرجنا للتقاعد، والآن احنا نعمل في جامعاتنا ندرس اختصاص التاريخ المعاصر والحمد لله، وحريصين على بلدنا مدينة النجف لارتقاء بها نحو الافضل، ومشروعنا متكامل ان شاء الله اسوه بباقي الاخوه المرشحين، لنا رؤيه لاعمار مدينة النجف وتطويرها من كل الاحوال، من حيث البنى التحتيه وتقديم كل الخدمات التي بحاجه ماسه لها مواطننا اليوم في النجف الاشرف، وكذلك ان ندعم العملية التربوية بالشكل الكامل من حيث توفير العدد مدارس الكافية، ونسعى إلى شيء مهم ألا وهو أن يكون في النظام القياسي أنه الصف الدراسي الواحد يضم على 25 إلى 30 إلى 35 تلميذا أو طالبا. في هذه الحالة سنحقق التعليم النظامي، هذا يرتبط بما بتوفير قطع الأراضي اللازمة وبناء المدارس. يعني أنا قبل التقاعد يعني كنا بحاجة ماسة إلى كم المدارس، بحاجة إلى 500 مدرسة في النجف لكي نفك الاختناقات ونفك التعليم المزدوج. نعم. التعليم المزدوج تقصير بالزمن اللي يقدم للطالب، من تنفك الاختناقات هذه يصبح الطالب يأخذ حقه الصحيح والمشروع في عملية التعليم. زين أستاذ دكتور، ليش خلال هاي الفترة ما تم بناء مدارس؟ نعم. بشكل ينسجم هذا العدد الكبير من الطلاب. نعم. حقيقة كان المدارس، يستطيك مثال في مناطق اللي تحولت من أراضي زراعية وإلى أرض درداء كانت في وزارة المالية وتحولت الآن إلى سكن. السكن أصبح أشبه بالعشوائي نقول عنه، لأنه حدث هجرة كبيرة من المحافظات الجنوبية وخاصة الناصرية والبصرة والعمارة بسبب سوء الوضع الاقتصادي في تلك المحافظات، والفلاح وابن الهور أصبح معدوم الحياة يعني تقريبا. فلذلك لجأ إلى محافظتنا النجف بشكل خاص، باعتبار النجف فيها حركة عمل وحركة سياحة وحركة استرزاق، لذلك الناس يجون إلى النجف كوسيلة بديلة. إضافة لهذه، تم فسح المجال للإسكان بأكبر عدد، حيث تضاعف عدد النجف الآن. يعني المنطقة اللي كان يتأهلها قبل عام 1990 إلى 1000 بيت سكني، خلينا نقول زراعي، الآن أصبح تضم أكثر من 25,000 بيت في هذه المنطقة المجاورة إلى أرض المطار. هذه العملية، هاي المنطقة اللي إحنا بيها، هاي المنطقة محددة للحي العسكري الشمالي للنجف الأشرف، ومنها باتجاه قرية غدير. هاي المناطق أصبحت عشوائيات، الناس يعني ما عندها إمكانية لا محصل على دار سكنية ولا قطعة أرض، يلجأ شنو؟ يتجاوز على أرض الدولة. هم من أهل النجف؟ والله لو تسألهم أغلبهم من أهل النجف، يعني محافظات، بس هو عراقي يعني. عراقي، فاحنا نقول ما زال فسح المجال لهم للسكن في النجف، اذا لازم اهيئ مستلزمات لحياتهم الطبيعيه مثلا تنبيه اقران. مثلا الخدمات،
الخدمات تبدأ من شبكات الماء والمجاري بشكل صحيح، من خلال تبليط الشوارع، من خلال توفير الطاقة الكهربائية يعني والرفاهية، وأهم من هذا كله هاي بنية تحتية. الأهم من هذا هو أنه توضع المخططين وذوي الشأن بالتخطيط العمراني يضعون أساسا لهذه الأرض تخطيطا عمرانيا وتوزع بدون أسماء، حتى قلها من يجي إنسان ساكن يلزموه أن يشتري من صاحب الأرض وفق التخطيط العمراني مثلا. هذا جانب الثاني، احنا هذه من صار تحصيل حاصل الآن، حتى في ظرف نقول الدولة كانت في غياب عدم سيطرة تامة على المواطن، فتم الهجرة خلال فترة بعد التسعينات بعد الحروب. هنا علينا أن نوفر لهم المستوصفات، المراكز الصحية والمدارس. يعني الآن المدارس بالمركز، المدرسة الأحياء القريبة نلقيها ألفية صايرة. ليش؟ إنه هاي النازحين هنا ما عندهم سكن، صار ضغط عليهم، صار ضغط على الداخل، ومتعبين، مرهقين بالنقل، مرهقين بتوفير مستلزمات المدرسة. لو كانت مدرسة مجاور بيوتهم، هاي المدرسة زائد المركز الصحي، احنا اهلنا صحيا للمواطن، توفير خدمات الصحية ووفرنا له تقديم الخدمة المدرسية بشكل كامل. اذا في هذه الحالة اسعدنا المواطن مهما يكون. احنا الان اصبح من النجف وسمحنا له نسكن النجف، اذا لازم نوفر له كل خدمات اسوة بالاحياء النظامية. هاي القرى اللي نشوفها قدامنا وبعد هذه العشوائيات كقرى وبيوت، هذه مشروع استثماري قرية الغدير، هاي بنيت. فيعني انا حقيقة كمواطن نجف، شنو رايك بها؟ رايي هذه المناطق مثل ما وزعت هذه الارض ان تعطى للمستثمر ويشيد، حتى وان كان بناء عمودي، وتكون بدعم كامل للناس الفقراء والمستضعفين اللي ما عندها امكانيه شراء ارض وبنائها بمئات الملايين. اوفر له بالبناء نقول جاهز واطئ الكلفه، واطئ الكلفه، حتى المواطن نسكنه. ايش قد تكون فرحه المواطن العراقي اللي يسكن النجف وقلت له هذا سويتش وانزل بمنزلك هذا وقدم عشوائيتك هذا، تمام؟ حولنا الى صفه حضاريه وجميله وسكن مريح لكل ابناء النجف. نتمنى ان تكون هكذا. يعني هسه لو نجي الى دول الخليج او في المناطق الغربيه ماكو عشوائيات. ليش احنا هنا هالشكل؟ يعني فتكون عندنا لازم انتظام واعاده النظر في كل هاي الخطط. اذا هنا ينقصنا التخطيط الدقيق المسبق. احنا لو كان عندنا تخطيط مسبق وقوه الفرض القانون لما صار هالشيء هذا. زين، انت شنو اللي دفعك انه قدم انتخابات مجلس؟ والله انا قدمت مجلس محافظه من احساسي انه يجب ان يكون عندنا تغيير جذري، تغيير نوعي. يعني احنا دائما نحكم على الأعضاء والمسؤولين، نقول ما جاء قدمون خدمات بس نطعن. فالطعن شو راد له؟ يراد أن نكون بدائل نوع البدائل. البدائل من هو أنا وأنت، كل إنسان حاليا يسعى أن يتقدم يقتحم الساحة وسيصل إلى مكانه لكي يكون عند مستوى طلب المواطن وهذا الشاب وهذا الطفل اللي يتمنى أن يكون هذا الطفل يتساوى مع ابن الإنسان الثري المترف المقيم. ليش هذا الشكل الفارق هذا بينه؟ أن نعدم هذا الفارق. إيه. تعال حبيبي. ونحول. تعال دكتور. ونحول الرفاه والسعادة لكل أبنائنا مهما يكون. لذلك إذا ما نتحرك كل من عنده شعور وطني وحب لمدينته وما يتحرك لكي يقدم يجلس في نفسه الطاقة لتقديم الخدمات، إذا ما يتحرك إذا أصبح الجمود باقي كما هو. تعال دكتور هكش بيك. وتحركنا هذا. إيه. وتحركنا هذا حقيقة. إيه. جاء من هالباب هذا. أنا باعتباري تربوي. أشعر بالتربية بحاجة إلى الكثير. يعني أنا لو إن شاء الله سأبقى مطالبا ولآخر لحظة من حياتي بتشييد المدارس، وأن يكون كل طفل يدخل المدرسة بكل عزة وكرامة ويقعد في مقعده الدراسي وتوفر له كل خدمات من الكتب والمستلزمات وقريب سكنه. يعني شو يصير لو كل ألف بيت بداخلهم مدرسة متكاملة ابتدائية، روضة أطفال ابتدائية، متوسط إعدادية، وبنفس الوقت دار حضانة، وبنفس الوقت يكون مجاور لمركز صحي. أنا صورت في محافظات بعض الأقضية والنواحي بناتهم ما دزوهم للمدرسة لأن بعيد على بيتهم، ماكو إمكانية، مو بس ماكو إمكانية، يخافون عليهم. عندنا الكثير هالشكل. الآن أكو ظاهرة صارت، ظاهرة الخطوط، ما كانت خطوط. الآن طالب إذا يعني شو باب المدرسة تقف 50 سيارة باص لنقل الطلاب أو تاكسي. ليش هاي الأعداد الهائلة اللي تقطع الشوارع وقت انتهاء الدوام من المدارس؟ لأنه جنابك تفضلت الأمان، هذا جانب. جانب الثاني بعد
البعد كله تأتيج إلى مدارس من مسافة بعيدة فقط اللي بداخل أحياء مدارسهم. زي رسالتك للناخب العراقي شو تقول له؟ 18 12. أنا رسالتي للناخب العراقي أقول له أنا ابن هذه المدينة، أنا كدكتور نادي حرماحي، وأنا قدمت الدماء ورويتها الأرض دمائي. أخي استشهد إعداما من أجل كلمة الحق ضد الطغاة، الشهيد على رماحي شاعر أهل البيت وأجداد يعدموا في هذه الأرض. يا سنة استشهد سنة 1980 وأجداد يعدموا في سنة 1918 في ثورة النجف عندما قتل المارشال البريطاني. يعني أخوك انعدم؟ انعدم ثرمان حتى الموت الحمد لله في سنة 1980. لحظة ثرمو؟ نعم. يعني شوية بس اشرح لنا حتى سادة المشاهدين يعني طلعوا هذا الموقف في 1/87. وقبل بأيام دعي أخي إلى إرقاء قصيدة إلى طاغية في قاعة الخلد ورفض رفض قاطع. جاء مرة ثانية قال كلمة مأثورة بحضوري طبعا لرجل الأمن، قال له وعدم 7 مرات كلمة ما أنطق لظالم. فقال له سترى خيرا، قال له روح بلغ أسيادك وقل لهم هي الشهادة، للوقوف بوجه الظالم شهادة. والحمد لله ورا يومين طوق بيتنا واعتقلنا أنا والدي وأخي، وأنا سجين والدي هم سجن كثيرا وأخي أعدمه، وإحنا ما عرفنا مصيره حتى نهاية سقوط النظام. راجعت الشعبة الخامسة وجدت بالحاسبة أنه معدوم وثرمن حتى الموت. يعني أنتوا حتى ما استلمتوا جثمان أبدا، لأنه ماكو ماكو. بس الأمر من هذا العواقب لهالمشروع، إحنا ظلنا في سنين نرزق تحت ظلم ومعاناة وسجون ومراقبة أمنية، وذهبت كل حقوقنا تقريبا. ونقول لله الحمد ما زال بلدنا بقي شامخ وموجودين، إحنا حرصاء لمواصلة الطريق لأجل إسعاد بلدنا ونهوض مدينتنا وعراقنا الحبيب. ونتمنى أن نقدم كل ما بوسعنا لأبنائنا أهل النجف وسكن أهل النجف. النجف مدينة لكل العالم وليس لأبنائها فقط، كل من سكن هالمدينة فله حقا علينا أن نقدم له يد العون، وإن شاء الله نحن اليد الضاربة اللي يطالب حقوقهم من حيث المدارس، من حيث الجانب الصحي، من حيث الرعاية الاجتماعية، من حيث فرص العمل والسكن والبيوت بشكل كامل مطلق. ولن ننثني أبدا، والله لا حياة لنا بدون مطالبة لناس وأعزائنا. أتمنى لك كل التوفيق دكتور. شكرا شكرا. وشكري لقناة الأيام على هالتغطية الشاملة لمدينتنا النجف، ومن الصباح الباكر والله يعلم إلى متى ستبقون. هذا ما هو إلا حرص منكم على النجف وعلى أبناء النجف وعلى الواقع للرفاه الذي نطمح له لتحقيقه لأبناء النجف. بارك الله فيكم. شكرا شكرا. الله يحفظك. شكرا عيون. شكرا شكرا. الله يحفظك. شرفنا دكتور. شرفنا شرفنا. شكرا شكرا شكرا. إذن المشاهدين الكرام السلام عليكم. اكو عندنا شخصية أخرى نتعرف عليه. شلونك حجي؟ شلون صحتك؟ تعال هنا صغير. هاي شبيها رجلك؟ معوقة. نشرف بيك. هاي بنتك الله يحفظها؟ اي بنتي. مرحبا عمو شلونك؟ انت بياصر؟ سادس. سادس ابتدائي؟ مدرستكم بعيدة لو قريبة؟ لا والله بعيدة لأنه من ذاك الجانب. حجي خليها تسولف شوي ولا زحمة عليك. اي بعيدة يعني احنا 3 شوارع نعبر. 3 شوارع؟ ماكو جسر مشات تعبرون عليه؟ لا. زين وكم طالبة وياك قاعدة بالرحلة؟ بس 2. يعني انتوا 3 لو 2؟ 3 بالرحلة. كتب استلمتي؟ كامل؟ كلي. زين المواد اللي يعطوكم اياها كامل المدرسين لو اكو تغيب ماكو اكو شواغر؟ لا كامل. الحمد لله الحمد لله. وانت وين ساكنين هسه؟ هذا بيتنا. هذا هنا افتهمت طابو هنا شو اسمه؟ اي هذا تجاوز. هاي هذا الشارع طبعا منتسب بين قريه الغدير وهي على اعتبار هو كان اول بدايه من احنا عرفنا يوميا. بعدين قالوا حالوه على مقاول احمد بلال وعلى اساس يسويها 40 ولحد الان ماكو اي اجراء. وبالنسبه هاي شوف هاي باقي انقاذ والتجاوزات، ويعني احنا فصلنا بين قرية الغدير وهذا الشارع، ولكن هنا معدم. يعني احنا المرض كل سنة كل شتوية نخرج نصل تدري ثالث باية من البيت. تقصد البيوت لو المعشوه؟ البيوت بيوتنا يدخل علينا الماي. ليش ماكو مجاري؟ اكو مجاري ورابطين على المجاري بس هاي تفيض بس يصعد الماي يوصل له. يعني الساحة أعلى من البيوت. ايه هاي صارت أعلى لأنه ينطمروها. إيه إنقاذ كل سنة يجيبون الإنقاذ يقبلونه. هسا هاي
لو ما هاي السيارة اللي كنتم واقفين كان دبوا انقاذ هنا. اها. تجي البلدية. زين رجلك ايش بيها؟ انا هاي اثناء الحرب. صحة وعافية. واحنا نطرح يعني انه المسؤولين يوجهون انذارهم اما من هذا الشارع ويكون حلول لانه وصلنا بين قرية الغدير وبين هذا الشارع المعدم واحنا بيوتنا اصلا حتى ما حد لا واحد يقدر يسكن ولا واحد يقدر يعني يحتبرون. زين حجر اسالك سؤال هسه انتخابات يوم 18 12 راح تطلع تنتخب؟ اكيد نطلع ننتخب. اي نعم نطلع ننتخب. ليش تريد تنتخب؟ احنا نقول لعله 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 ابن حلال يكون يعني يشعر بالمسؤولية مسؤولية البلد ضيم المواطن العراقي المواطن يشعر شوية عنده رقة هم يقولون احنا خدمة ولاية أمير المؤمنين نقول بك واحد صدق يكون خادم ولاية أمير المؤمنين لأن هواية احنا جنو الشخص اللي ما يريد ينتخب شو تقول له؟ لا هو بالعكس يفسح مجال المن اللي ما عندهم ضمائر اللي يشتروا اي ما عندهم ضمائر اللي هم جاي هسا مخيمين على اصوات الناس آه ونفوس أشكرك جدا الناس. اشكرك جدا اشكرك شكرا جزيلا دكتور الله يحفظكم بس حقيقه عجبنا كلام الاخ يعني كلام موضوعي ويبعث على حب مدينته ولا وطنه وان شاء الله انا احد مرشحين واقول لك على عيناك ان شاء الله وابشر ابشر بكل انسان ان شاء الله يعني مو يخدمنا والله اذا مشاهدينا الكرام في ختام هذا الجزء انتظرونا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، ما زلنا في النجف الاشرف، ايضا شخصيه اخرى مقدمه الانتخابات مجالس المحافظات مهندس كهرباء، راح نعرف من عنده القصه كلها ان شاء الله ونعرف ليش قدم انتخابات مجالس المحافظات وشنو يقدر يغير من واقع الكهرباء والطاقة هنا بالنجم الأشرف. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك وأهلا وسهلا بقناة الأيام. قاعدين يوم محولة هذه هي محولة تقوم بتحويل التيار الكهربائي من 132 إلى 33. ممكن تعلي صوتك؟ إن شاء الله. الله يحفظك. بالتالي أريد اسمك وتسلسلك ورقم القائمة. الاسم المهندس قاسم يحيى الموسوي، رقم القائمة 143، التسلسل رقم 9. الشرف حياك الله. وهاي المحولة مكتوب عليها سيمنز. هاي المحولة سيمنز هي استيراد من شركة الكتريك من ألمانيا. ها. وليش ما كملوا شغلهم بالعراق بشكل صحيح وضبطوا لنا الكهرباء؟ هي يعني حقيقة شركة سيمنز من الشركات العالمية. أنا حقيقة سابقاً كنت في محطة كهرباء المسيّة بالحرارية في عام 1988. نعم. كانت أغلب المواد اللي موجودة بالمحطة مقسومة قسمين. المواد الكهربائية تستورد من شركة سيمز الألمانية. نعم. أما بخصوص المحركات كانت تستورد من بريطانيا. والشركة العاملة كانت شركة هونداي الكورية. نعم. اللي إحنا استلمنا من عندها عام 1989. نعم. استلمنا المحطة اللي هي بأربع يونتات. وتم تشغيل المحطة من قبل كادر عراقي. نعم. استمرنا بالعمل بمحطة كهرباء المسية من 1988 إلى عام 2005. نعم. بهاي الفترة طبعاً تنقلنا في عدة أقسام بالمحطة، وأتذكر أن المحطة انضربت من الأمريكان وتم إعادة وتأهيل المحطة بالكامل من قبل كادر عراقي متخصص. ليش الأمريكان دائماً يضربون الكهرباء؟ لأن الكهرباء هي شريان الحياة بالعراق، أغلب المصانع، أغلب الأيدي العاملة، حتى المصانع الصغيرة، حتى الورش، حتى الأحياء الصناعية تعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة الكهربائية. فمن يصير ماكو إنتاج بالطاقة الكهربائية أكيد راح تتوقف الأيدي العاملة، تتوقف المعامل، وبالتالي نضطر إلى الاستيراد، وهذا الهدف هو المعمول به من قبل أمريكا ولسنوات عديدة. الكهرباء شنو بالنجف؟ وضع الكهرباء طبعا الكهرباء محافظة النجف مثل باقي أي المحافظات العراق تعاني من مشكلة تجهيز الكهرباء، وهاي يعني تجهيز الكهرباء منين تجيكم التجهيز منين يجيكم؟ الكهرباء عادة الشبكة الوطنية هي مسؤولة عن تجهيز الكهرباء وفق المعايير، منها تعداد السكاني في كل محافظات العراق، وبالتالي الحصة الكهرباء تعتمد بالدرجة الأولى على كمية الإنتاج.
دوائر الكهرباء بالعراق هي 3 دوائر: دائرة الإنتاج ودائرة النقل ودائرة التوزيع. أنا منتسب بالتوزيع، يعني إحنا نستلم الحصة الكهربائية هي تخصص من قبل الوزارة. كل ما كان الجو أفضل، عدم وجود مشاكل، الإنتاج أفضل، تستمر الكهرباء. أما مسألة مثلا سوء الأحوال الجوية، تعرض شبكاتنا مثلا إلى عمليات التخريب، هاي تؤدي إلى خروج المحطات من العمل، وبالتالي يحتاج لها صيانة، ويحتاج لها حقيقة وقت، يعني يستمر عدة ساعات أو عدة أيام حتى ممكن نعيد الوضع الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية. إذا مطرت الدنيا على هاي المحولة تطفى الكهرباء؟ لا، لأنه هاي المحولات أصلا هي بكل دول العالم معرضة لسوء الأحوال الجوية، كان درجة الحرارة، يعني هي مواصفات عالمية. ودائما وزارة الكهرباء يعني كل مادة تدخل استيراد تدخل إلى فحص، لازم تنجح بالفحص العراقي ضمن مواصفات وزارة الكهرباء. احنا ما نستلم بالوزارة، اي لازم تجاور ارتفاع درجات الحرارة، سوء الأحوال الجوية، وبالتالي شوف انت كل المحولات سواء الكبيرة او الصغيرة هي الموجودة معرضة للأنواع الجوية. اذا سيمنز اثبتت جدارة، المحولات سيمنز اثبتت جدارة، وكذلك محولات شركة ديالة. ليش ما يخلوهم يشتغلون بالعراق؟ واحنا اتفقنا يعني من الاول، يعني القوات الامريكيه او الامريكان يعني يستهدفون دائما قطاع الكهرباء. قطاع الكهرباء لو بالنجف، ليش مو قال لك احنا عندنا جنرال الكتريك وتعال لا يقدر. احنا بدليل يعني انت تريد تنقلني الى موضوع سياسي، منه احنا بزمن وانت باختصاص اريد انا افتهم والناس تفتهم. يعني احنا يعني امريكا زعلت علينا لان لانه هذا المشروع يخدم البلد، اضطروا إلى تأجيج المظاهرات والإطاحة بالأحاد العبد المهدي. زين، هسه أريد أعرف من عندك أنت حالياً وين تداوم بالتوزيع؟ أنا فرع توزيع كهرباء النجف الأشرف. زين. ولغاية 1/10 قدمت إعفاء، لأنه أنا داخل بالانتخابات وما أحب إنه ينمز الشغل المهني ويشغلي بالانتخابات. أتمنى لك التوفيق إحنا أستاذ. ولكن احنا من خلال تصويرنا الكثير من الحلقات في برامجنا في قناة الأيام اكتشفنا انه هنالك يعني محولات يتم تبديلها بين فترة واخرى، بدل ما تنشد 400 يشدون 250 وتصير مشاكل عليه، والمهندس الفلاني وروح على فلان وخابر فلان وجيب فلان، ولا هذا المهندس زعلان من ابو المولد وما يريد يشدها والى غير ذلك. مع جل احترامي وتقديري لوزارة الكهرباء ولكل المهندسين الشرفاء والموظفين من أكبر موظف إلى أبسط موظف، شبكات تعبانة، باوع هسه مثلا هاي الأسلاك الموجودة بين عمود وعمود كلها هيك مرقعة مجدودة واحد بالله، وعلى غفلة يوقع واحد يقوم ينتن. هذاك اليوم في منطقة نصارت هاي السالفة، وبقى يومين يلا جوي شالوه ورتبوه من الضفائر، هذه الضفيرة قاموا يستخدمون الضفيرة وكذا، ما أعرف هاي حلول ترقيعية له هو هذا الموجود وهو هذا لازم إحنا نعيش فيه شيء وضع. إحنا يعني محافظة النجف بالنسبة للموضوع أو سياق عمل تبديل المحولات. نعم. إحنا دائما بالنجف نعمل على تغيير سعة المحولة من 250 كي في إلى 400. ليش؟ لأنه كل ما يزداد عدد السكان لازم تزداد، يصير عليها سحب أكثر، وبالتالي لازم نزيد سعتها. زين، هاي المحولة منين نجيبوها؟ المحولة عندنا قسمين، قسم هو حصتنا من الوزارة، وهاي حصة طبيعية تجي إلى مخازن الفرات الأوصال. والوزارة منين تجيب هالمحولة؟ تستورد. تستورد. تستورد وتقدر وتدخل لفحص، وبعد الفحص بها شهادة منشأ وتكملها. والنوعيات اللي يجيبوها شنو؟ مختلفة يعني. ألمانية أكو بيها؟ لا مو ألمانية. ليش قسم ألمانية؟ اللي يجيبونه يعني مرة إحنا يعني الراعي العملة يعني صعبة، مرة عندنا إنتاج محلي، يعني إحنا عندنا مثلا شركة ديالة تنتج الآن محولات. لا، قبل ما ننتقل لشركة ديالة اللي هي تابعة لوزارة الصناعة. أي ليه؟ تمام. أي هاي المحولات اللي يجيبونها من مجاشة أخرى مو ألمانية؟ مو ألمانية. كفاءتها ممتازة؟ كفاءتها ممتازة جيد. لأنه تدخل للفحص ممتاز. إحنا ما عندنا شيء ممتاز بالوزارة ما يدخل للفحص. ممتاز. فاشل يرفض. ممتاز. إيش قد عمرها الافتراضي هاي المحولات؟ المحول يعني ما بيها عمر محدد، يعني لربما المحولة تستمر 10 سنوات وربما والمحولات بيها ميزة
انه بيها ضمان لمده سنتين من الشركه، يعني خلال هاي السنتين اي مشكله تصير بالمحوله الشركه المجهزه مسؤوله عن تبديلها او تصليحها. نرجع على وزاره الصناعه والمحولات اللي تصنعها شركه ديال. شركه ديال شنو رايك بهاي المحولات؟ محولات شركه ديال من المحولات الجيده، ممتاز، وتخدم البلد وتوفر العمله الصعبه. تعرف ايش قد سعرها تقريبا عندك عليه؟ والله ما اعرف بالاسعار يعني، بس هي يعني نتمنى انه شركه ديالي تدعم. نعم. اذا دعمت شركه ديالي راح تحل مشكله الاستيراد اولا، ثانيا شبابنا والعاطلين عن العمل يصير عندهم فرصه للعمل. مساله المقاييس يعني احنا لازم الانسان يكون منصف بصراحه، بالتالي المقاييس يعني اكو فد ضبابيه في اتمام هذا الموضوع. المفروض كل البيوت، اكو عندنا بيوت طابو واكو زراعي واكو عشوائيات، ما اعرف ماكو فد آلية معينة، اكو آلية احنا هو يعني كلها تصير يعني تدفع فلوس للدولة حتى يرجع مردود مالي، تتوازن الامور نوعا ما. احنا يعني في محافظة النجف الاشراف حقيقة الان نمنح مقاييس لكل مواطن. شنو نوعية هاي المقاييس؟ المقاييس قسم ديالة، القسم الكبير من ديالة. ليش يعني يتم إعادة النظر بهذا الموضوع ويوحدون المقاييس بنوعية جيدة وممتازة ولكل العراق؟ أستاذ نحن قلنا من البداية أنه كل المقاييس وكل مادة تدخل لوزارة الكهرباء تفحص، هاي ما بيها مجال توزيع المقاييس. يعني إحنا حتى نسهل الأمور بالمناطق الزراعية ما ارتضينا من عدة إلا أمرين، يعني جنسية وتأييد سكن من المختار، ويسوي معاملة بالدائرة ما تطول نص ساعة، يتجهز بمقياس. ويعني بس المجتمع يعني الأغلب الأعم من المجتمع يحتاج إلى ثقافة أنه المقياس مهم بالبيت. نعم. المهم المقياس يحميك من الحلال ومن الحرام. نحكي بصراحة بصراحة يعني هواية أكو يشتغلون في سلك الكهرباء شي يقولون، يقول لا تشد مقياس يا بليش، تجيك الورقة كلش هواية وديون وتعلق عليك، فصارت عدم ثقة بين المواطن وين هاي الجهة. تمام لو مو تمام؟ تمام، بس هو أنت يعني لو تجي على كل الأوراق الآن اللي تصدر من وزارة الكهرباء يعني المبالغ كلش معقولة. يعني إحنا بالنجف يعني مبالغنا على قراءة المقياس إيش قيد تطلع؟ يعني تطلع يعني كل شهرين 30,000، كل شهرين 30,000 للبيوت الطبيعية. وهذا شي شغل ويشغل بيته بالشكل الطبيعي، ثلاث أربع سبالت ومرات يعني يزيد طبعا كل ما يكون الأصراف أعلى، طبعا أكيد ورقة الكهرباء تكون أعلى، بس يعني الماكسيمم الطبيعي بالنجف 30 إلى 50 إلى 35. إحنا نحتاج إعادة الثقة بين المواطن وبين وزارات الدولة وخصوصا وزارة الكهرباء حتى يشعر بالاطمئنان مو بالابتزاز. أنا بالبصرة بعض الأخوة شفتهم في سوق من أسواق البصرة قريب من شارع الكويت، قالوا لي باوع القوائم اللي تجينا شلون، شوف اللي دي يصير بينا، ومن يجي اللي شو يسموه اللي قارئ المقياس، قارئ المقياس وكأنه دي يشمت، ماكو يشمت يعني مع احترامات يعني بس اسمع حتى وضع الصورة، يعني هم كلهم أخوتنا وأعزائنا كمواطن يصرف الكهرباء أبو محال أو بيت أو موظف يجبي الفلوس. تمام لو متمام. تمام زين، فمن يجي يقول له يا بتر أنا طالع علي 1,000,000 مثلا أو 800,000، إيه هاي لازم تدفعها وروح راجع ما أدري وين، يجيب تنق عليهم ماكو. فهاي إحنا لازم نغادرها، إحنا نريد نعود المواطن إنه يدفع حتى شنو، مثل ما تفضلت الأمور تدخل في حلال وحرام، بالإضافة لأنه هو واجبه مثل ما عليه حقوق عليه واجبات. أكيد صح، أكيد. وهاي إراد لها توعية، إراد لها إعادة الإعلام إلى دور كبير بهذا الموضوع. فما اعرف انت شنو رايك احنا بالكلام ده بالنسبه طبعا يعني جل احترامي وتقديري احنا بالنسبه الان الاعلام بالنجف موجود. نعم. ومتخصص وإلى حملات بهذا الموضوع. مساله ارتفاع اسعار الجبايه هذا يعتمد على امرين، الامر الاول طبعا المناطق اللي هي تجاريه تختلف عن المناطق المنزليه. نعم. المحل يختلف قراءته لان سعره يختلف عن ابو المنزل. نعم. ثاني شيء هاي المبالغ العالية، صدقني أكو أناس إحنا من نتابع وياهم يرجعون للدائرة يطلع مطلوب 4 سنوات كهرباء ما دافع. بالتالي إذا أنت ما دافع 4 سنوات طبعا تطلع عليك 800 و600
وبالتالي حتى الآن أجتني قوائم من وزارة الكهرباء يا بعدكم هاي الأعداد الهائلة من الناس عليهم مبالغ 1,800,000 و600,000 والآن يعني دائرتنا تعمل على هذا الموضوع. من تسأل المواطن ايش صار لك ما مراجع يقول لك أنا 4 سنوات ما جاي وما عنده زين ما عنده ثقة في كيفية كل مواطن أستاذ أنا أطرح هذا الموضوع أي يعني أنا اسمح لي أنا ابن البلد أكيد كل إحنا أولاد البلد أنا بدأ أطعن بجهة معينة وكلهم محترمين ومقدرين أنا أريد حل الحل لازم يكون ثقة بين المواطن وبين كل شركة تابعة الوزارة لها علاقة وتماس بصرف فلوس وكذا وما أعرف شنو وجباي تمام لو تمام إحنا نريد نعود المواطن مرة أخرى يرجع يثق بهذه الأجهزة وما يحس نفسه أنه مبتز بعدين هو أصلاً من أنا ده يدفع فلوس للمولد فش يقول ويا نفسه يعني أنا أدفع مرتين أدفع هنا وأدفع لأبو المولد بس هو يدفع لأبو المولد مجرد أبو المولد بس يطفع عليه ورا 5 دقائق يضطر يروح يدفع فلوس المولد وقفني من أبو الكهرباء أدفع لك كامل أبو الكهرباء تتفق ويا أبو الكهرباء تتفق يجيك أبو الكهرباء يجيك للبيت ويوصلك الموظف للبيت أكثر من مرة إحنا عدنا عدادين لأنه هذا واجبنا نتابع وياهم يجي يقول أستاذ أنا هذا البيت رحت 3 مرات 4 مرة يوعدني ومرة ما يطلع وبالتالي العداد يعني عد عمل آخر يضطر يروح لغير بيت والمواطنين أغلبهم ما عدنا روح أنه إحنا نراجع الدائرة مثل أعرف أنا شنو عليه كهرباء هذا الشهر إلا إحنا نروح عليه زين أنا أسألك سؤال شنو جديدك أنت هسه مرشح انتخابات مجلس المحافظة شنو جديدك والله يعني من خلال تشريع القوانين يعني احنا يعني محافظة النجف نفسه احنا يعني ككهرباء النجف عندنا طبعا كثير من الامور قسم من الامور احنا نسميها المواد الحاكمة بعملنا اللي هي المواد الضرورية نعم. يعني انت تعرف مجلس محافظة من تجي الخطة الاستثمارية في كل سنة اكيد عندنا مشاريع هاي المشاريع بصير تواصل بين مجلس المحافظة وفرع توزيع كهرباء النجف باعتبار أنه فرع توزيع كهرباء النجف بقسم اسمه قسم التخطيط وبي قطاعات موجودة ناخذ احتياجاتنا من هاي القطاعات مثلاً إحنا نحتاج إلى فك اختناقات فك الاختناقات مرة يعتمد على جزئين جزء أنه إحنا نحتاج إلى نصب محولات وإلى محطات 132 محطات 33 حتى نضمن أنه إذا جهزنا كهرباء بكامل الحمل نقدر نغذي كل المناطق هذا الجزء الاول مثل هاي المحطه العلاج شو تسوي هاي المحطه هي محطه تحول من 132 الى 33 وقسم من محطاتنا تحول 132 شنو 132 كي في اي زين وقسم تحول الى 33 واللي موجوده بالشارع المحولات هاي الصغيره اللي موجوده بالشارع اللي هي 250 و400 هاي تحول من 11,000 فولت اي الى 220 فاحنا اصلا نظام محولاتنا هو نظام خافض مو رافع نحتاج الامر الثاني قلنا اول شيء فك الاختناقات من اصل المحطات الجديده والامر الاخر نحتاج الى فك اختناق داخل مدننا شلون يصير فك الاختناقات مثلا احنا دائما نعرض يعني اكثر ما نعرض اليه بالمناطق الزراعيه المناطق المدينه تكاد تكون بيوتها مستقره المناطق الزراعيه بها زياده مو طبيعيه يعني من النصب محولة لازم بعد في الشهرين 3 أشهر النصب وحدة أخرى هاي شلون تحصل لازم أول شيء يكون عندنا رصيد كافي من المحولات ويكون عندنا مواد أخرى مثل الأسلاك الأعمدة القابل المعلق هاي يسموها مواد حاكمة نحتاجها بالشبكة زين هل من الممكن أنه تنفيذ هذه الأمور على منطقة منطقة على نطاق ضيق بالبداية ونتوسع شوية شوية تمام. حتى الناس بدي تعرف ها هيك صار حولوا غيروا الشبكة غيروا المحولات احنا شوية 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 احنا شوية الآن عندنا مشروعين مشروع في حي ميسان ومشروع في حي 17 تموز أو حي المتنبي حي ميثم التمار تمام. ذن المشروعين اشتغلنا عليهم احنا من العام والآن لحد الآن جار العمل عليهم وأنا من المهندسين المشرفين على المشاريع المشروع اللي بحي ميسان حقيقة ضفنا عليه 39 محول أضافة للمحولات السابقة قلع الشبكة بالكامل ونصب شبكة جديدة وتبديلها من أسلاك إلى قابل معلق أتمنى أني هذا الشيء يصير بالعراق كله بالله أكو بالنجف يعني عمل حقيقة يعني هذه المنطقتين أتمنى في النجف كلها وفي المحافظات العراقية كلها وبالتالي نحصل على طاقة كهربائية منتج يخلص المواطن من المولدة والوايرات وقال الواير طبعا احنا يعني هاي المشاريع الجديدة
لو كملت إن شاء الله بعد شهر شهرين أنا أضمن لك إنه هاي المناطق اللي أهلناها لرب ما عدة سنوات ما ندخل عليها. نصورها إن شاء الله، نجي نصورها إن شاء الله. برسالة أخيرة وباختصار للمواطن العراقي اللي المفروض يطلع ينتخب يوم 18/12، تقول له؟ أنا أقول أبشر يا عراق، قائمة نجفية مختلفة من شيوخ العشائر، من الأطباء، من المهندسين والأكاديميين، من الكوادر التي لم تنتخب سابقاً، كوادر جديدة على ساحة الانتخابات والساحة السياسية، وشخصيات معروفة، لأنه مدينة النجف حقيقة مدينة معروفة. يعني مو صعب على أي واحد يعرف المرشح وتاريخ المرشح وما قدم المرشح. نحتاج إلى وقفة جادة ونغالب أهالي مدينة النجف من الشرفاء والنزهاء أن يكون مجلس محافظة جديد ينهض بواقع المدينة خدمة لأمير المؤمنين عليه السلام. شكرا جزيلا. أنا أشكرك جدا. إذا مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من برنامج أبشر. نلتقي بشخصية أخرى أيضا مقدمة انتخابات مجالس المحافظات هنا في النجف الأشرف. مرحبا أستاذ. اهلا ومرحبا. شلونك؟ شلون الصحه؟ الله يحفظكم. نجف حقيقه لها فد مكانه كبيره عند العراقيين. بل. بالتالي اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين رقم التسلسل والقائمه. ضرغام ماجد عبد الحسين الملك الفتلاوي، بكالوريوس اعلام علاقات عامه، تسلسل رقم 1 في قائمة أبشر يا عراق 143. تشرف بك. أنت الشرف. الله يحفظكم. عملك الحالي شنو؟ عملي الحالي الآن طبعا أنا عملي سابقا والآن هم أقول الآن إحنا في وادي السلام نعمل هذا العمل موروث عن الآباء والأجداد، وعملي الآن الحمد لله والشكر يعني في تجارة السيارات، في تجارة أدوات الاحتياطية مع ابني. أنت تاجر. الحمد لله. وبالتالي شلون جتك الفكرة أنه قدم انتخابات مجالس المحافظة؟ طبعا أحب أنوه أنه أنا أحد خدام الحسين في هذه المحافظة الكريمة التي جنابك في بدايتها لها وقع خاص في قلوب المؤمنين والمسلمين وفي العالم كاف. أنا أحد مؤسسي قافلة العشق الحسيني في مدينة النجف الأشرف التي تأسست في حادثة كورونا، جائحة كورونا قبل 5 سنوات، هذه السنة 5. أسسنا هذه القافلة بالخروج إلى الإمام الحسين مشيا على الأقدام لرفع هذا الوباء عن أهلنا وناسنا وعن فتح الأضرحة والجوامع والحسينيات والمواكب. ذهبنا إلى الحسين سلام الله عليه وفتحنا ضريحة وأقمنا العزاء، وذهبنا إلى الإمام أبي الفضل العباس وأقمنا العزاء، ورجوعنا إلى النجف فتحنا ضريح أمير المؤمنين ب1500 وردة، ودخلنا إلى الضريح وسميت هذا القافلة بالقافلة قافلة العشق الحسيني، لأن ذهبنا بقافلة وحملنا شعار أتيناك كما أتاك الحر يا ابن فاطمة، وسميت بالاعتذار. والحمد لله والشكر كلنا لا أصبنا بهذه الجائحة، وكانت لنا كرامات عديدة بالطريق وعند الوصول وعند الرجوع. بقدومنا أسسنا موكب سمي بموكب قافلة العشق الحسيني، موكب شعراء ورواديد النجف. ذهبنا بالسنة الثانية وسميت برحلة الشكر، لأن الله من علينا بالشكر والعطاء وبفضله رفع الوباء والحمد لله. ومستمرة القافلة بقافلتها كل سنة، وكل سنة لها اسم. ولكن ما علاقة كل هذا بمجلس المحافظة؟ كل إنسان هو معني بأمور محافظته وبأمور ناسه، وتعرف أنه صاحب أكبر موكب بالنجف أو في العراق، يكون الموكب خدمي
وخدمي بمعنى الكلمة ليس في الموكب فقط، احنا اخذنا على عاتقنا انه موكبنا مو موكب وانما مشروع حسيني، والحمد لله والشكر هذا المشروع مستمر في خدمته على طول ايام السنة كلها، لا فقط العشرة الاولى ولا الاربعين، لا على طول ايام السنة لنا مواقف مشهودة، وتعرف النجف كلها بهذا المواقف المشرفة من مساعدات عينية، من تبرعات، من إقامة عمليات، من ولنا مشاركات في كل جمعة القافلة تقوم بصبغ المدارس الحكومية وترميم الرحلات وكل ما تحتاج المدرسة، وبجهود وأموال ذاتية. كم مدرسة لحد الآن رممتوا؟ يعني ما يحضرني العدد، بس يعني بالعشرات، والقادم المبالغ منين تجيبوها؟ نعم، القافلة فيها أمناء ستة، وفيها موكبنا جروب 200 نفر تقريبا، هذا كله من هاي الناس ومن عندنا، وعندنا من أهل الخير اللي يشاركون ويانا من أطباء ودكاترة و رجال دين، ويعني هذا أهل الخير موجودة بدون الاستعانة من أحد، يعني فقط هذه الشريحة. أما عن سؤالك على مجلس المحافظة، إحنا اللي قاعد نقوم بهذا العمل كله قاعد نشوف بعيوننا، بأم عيني قاعد أرى وأشاهد وأطلع على الفقير وعلى المحتاج وعلى اللي ما عنده زين، وهي مدرسة حكومية هيك حالة. فأثناء جلوسنا في الموكب كانت الفكرة أنه لازم يكون لنا صوت حسيني في مجالس المحافظات، وهذا الصوت يكون مساند له أهله وناسه وجميع خدام الحسين، لأن أنا ما رشحت من قبل المواكب فقط، وإنما من شخصيات نجفية، عشائرية، علمائية، أهل اختصاص، والمساندين لي في هذا المجال كثر، والحمد لله والشكر عندنا ما ننهض به في محافظتنا من خطط، من مشاريع أكبر من هذه المشاريع اللي إحنا قاعد نقوم بها الآن. واحدة من الأمور اللي مؤشرة مقبرة وادي السلام أكو بيها ملاحظات كثيرة، طريقة الدفن، المقاطعات، أرقامها، توزيعها، محسنت. يعني وأنا عرفت أنه أنت مهنتك ومهنة آبائك وأجدادك هي أنت دفانة، تمام؟ بلي، ونشرف بيك طبعا. أنت الشرف، الله يعطيك العافية. ممكن تقول لي من خلال تجربتك وملاحظاتك، مسامعك، شنو الأمور السلبية اللي يعاني من عندها المواطن أثناء الدفن أو الدفانة والحفار أو أي شخص إلى علاقة بهذا الموضوع أصلا؟ طبعا ما يخفى عليكم أنه الزمن البائد اللي كنا به في زمن الهدام، أنه المقبرة كانت يعني بعيدة كل البعد عن الاهتمام والتنسيق والترتيب لما مر به البلد من حروب و ويلات ويلات الويلات، يعني غصة في قلبي، يعني بس الانتفاضة 91 هي كافية. بس بعد سقوط النظام لما تروح إلى البلدية ما تجد أنه مرتسم للمقبرة، والبلدية بيها من الكادر الهندسي والكثير الكثير، وين مرتسم؟ المقبرة ماكو مرتسم، هذا واحد. شنو يعني مرتسم؟ مرتسم هسه أنت أكو حي من الأحياء ما بي مرتسم بالبلدية؟ روح قولهم أنا بيتي رقمه هالقد، يطلع لك المرتسم، قال لك هذا ويا بيتك الشارع الفلاني والكذا. فالبلدية كانت تقطع قطع الأراضي بوصولات، إذا أكو قطع وصل بهذه الأرض غير عندك مرتسم إلها؟ ماكو مرتسم. فالشغلة أنه مادية بحتة أكثر من ما يتوقعها الغير.
يبقى الترتيب والتنظيم والكذا. الناس عاشت هذا ما وجدنا عليه آباؤنا الأولون، يعني مخلفات الزمن السابق ومستمرين لحد الآن. تجي للمقبرة ما انخدمت أبدا من هذاك اليوم إلى هذا اليوم. هاي مسؤولية منو يخدمها؟ هسه احنا المسؤولية على عاتق البلدية، لأن البلدية تابعة إلها المقبرة. المفروض شو تسوي لها؟ يعني المفروض أنه شوارع تبلط، إنارة ليلية، خدمات للزائرين. يعني أنا هسه احنا نرجع إلى احنا كخدام الحسين، من يجون زوار بالآلاف إلى المقابر، أسألك بربك أكو يعني دورات مياه إلهم؟ الجمعة عندنا كل جمعة بقد زيارة 40 في المقبرة. منو فكر بدورات مياه للزوار؟ منو فكر أنه نضع يعني أماكن مخصصة استراحة للزوار؟ ليش خدام الحسين دائما هم القائمين بهذا العمل؟ اذهب إلى طريق كربلاء يوم الجمعة وشوف الزوار وين قاعدة بالحسينيات. قاضات دفن بلي من الأهالي عندهم جنازة يردون يدفنوها، الدفان ايش قد ياخذ فلوس اذا ما عندهم قاع؟ طبعا خلي اسولف لك شغله، انه الدفانه قاعد تسوي اشياء ما تسويها الدوله. شلون؟ يعني احنا هذا الشيء ما يقال بالاسماء ولا هاي، لا راح نذكره هيك بالعموميات. بالعموميات نعم. انه انا اكثر الناس اللي ما عندها واللي ما متمكن دفنه وبنيان وكذا وهاي كلها عليه. بس يبقى اكو فرض ثاني، اكو انسان يجي وهو متمكن، هنا ما تقدر تقول الدفن ايش قد. ليش؟ انا اريد ان قبر والدي من احسن القبور، من المرمر الرخام، من الكذا، جوز يصير علي بمليون ونص، واكو قبر نفس القبر ونفس الهاي ونفس الدفنه ونفس الكذا ويصير ب 200 الف دينار. فهذه تبقى على رغبة الجناز ورغبة الدفان بالسعر. يعني أمر بين أمرين. لا هي هاي مو المفروض تكون مجانية، البلدية هي تتحمل مسؤولية الدفن. هسا احنا خلي يكون القانون بالبداية الكمال، بس اسمح ما يأتي دفعة واحدة. في إحدى الدول المجاورة للعراق، أحسنت، عندما يعني يصير عندهم حالة وفاة أو يدفنون بالمقبرة، البلدية هي تتكفل، ترسل سيارة إلى أهالي المتوفى، تأخذ الجنازة وتخليها وتدفنها وترتبها حسب الأصول. وكو مغتسل بالمقبرة وكله مجانا. أقول لك وين؟ هاي بتركيا. تركيا تمام، والعراقيين كلهم يأكدون كلامي اللي مقيمين في تركيا. بالتالي إحنا ليش مو هالشكل؟ ليش العملية مثل ما يقول البعض أنه هي بها غلب؟ أكو بعض العوائل العراقية مو ميسوري الحال، إمكانيتهم ضعيفة، بالتالي ما يقدر يدفع هاي المبالغ. بغض النظر عن كون هسه يعني أنا أفهم من كلامك الدفن ب 200 ألف دينار مو منطقي هذا الكلام. لا أكو ما أتفق وياك. أكو قلت لك مليون ونص، قلت مليون 200 ألف دينار. من يقبل؟ وبين هذا وبين هذا أكو من يقبل؟ يا دفان يقبل 200 ألف؟ عذرا أستاذ، أنا مدى أطعن بأي بلي أحد، كلهم أخوتنا. مو أنت قاعد تحكي ويا واحد يعني هو أبو العمل هذا. راح أوضح لك شغل. بالضبط. اولا تركيا او باقي دول العالم، اولا مجتمعاتها مو مجتمعات عشائريه، اي بس مسلمين، ما له علاقه انا بالاسلام والهذا. انا ما احكي على الاسلام، انا احكي على هاي المهنه. انا ما قلت لك مسلم لو مو مسلم، لا، مجتمعاتها مو مجتمع عشائري. راح تقول لي شلون؟ عندنا بالعراق فقط جنايز البلديه يصحوا لها. يعني منو الفقير اللي يلقوا ميت بالشارع، اللي جاي مثلا واحد وتلقاه متوفي، كان زائر، كان كذا، هو غريب قاطع سبيل كذا، هذا الدفنة البلدية. هذا بالعراق موجود، تجي سيارة البلدية جايبة فد 10-20 كل شهر أو كل شهرين، تلمهم وتجيبهم. ما عندهم أهل؟ ما عندهم أهل، شو نصيح لهم؟ إحنا مجهولين الهوية. مين كتب مجهول؟ صار أي صار عندنا مجهول الهوية بالطائفية هواية. بس هذا أنا أحكي لك الاسم الحقيقي لهذا الشيء. من البصرة، من العمارة، من الناصرية، من المدري شنو، جابوهم لهنانا.
لما تباوع هذا الرجل مجهول الهوية يدفن بهذه الطريقة. ولكن شيخ عشيرة تجي البلدية تأخذه بسيارتها هاي بتركيا تصير. من أقول لك أول ما جاوبتك مجتمع عشائري البلدية موفرة كل شيء حتى السيارة. أنا ما أريد من هالباب يعني أنا ما أريد مرتب ونظيف. أنا ما أريد يليق بالجثمان وبالعائلة وبطريقة الدفن. تفهمني شلون؟ تمام. أنا ما أريد أن البلدية تقوم بشغلة تركيا كاملة. ختقوم الساعة حاليا بس بالسيارة. مو تخصيص الأرض. تخصيص الأرض فرد باع طويل تحب أخوض ويابيك ما عندي مانع. احنا نحاول انه العراقي حلقات اخرى ان شاء الله في حلقات العراقي أخرى. العراقي الان استاذنا العزيز العراقي الان لا يملك في حياته قطعه ارض مثل ما مكتوبه في الدستور العراقي فقر 30 ولا يملك مستشفى تعالجه ولا يملك تعليم مجاني ولا يملك كهرباء ولا يملك هاي. واني انا ابشر همات ما يملك متر في متر يندفن به. يعني الآن عندنا المقبرة النموذجية. نعم. المقبرة النموذجية تعداد الشيعة بالعراق أو اللي موجودين اللي اشتروا بيها شقد 1,000,000 هسا مشترين بيها ومشروع ناجح ورحمة من الله ونظيفة وكذا. ليش اشتروها وشقد المساحة؟ المساحة 25 متر. أول ما طلعت 1,500,000 صارت 1,750,000 بس هذا الرقم بين قوسين بس مسجل بالورقة لأنه بثلاث ملايين وبثلاثة ونص وبأربعة وبخمسة وبالمستقبل إن شاء الله راح تصير هم 30 و40 وكذا وهيك. فأنا أرد أسأل سؤال إذا بيها اشتروا 1,000,000 زين العراقيين اللي موجودين يدفنون بالنجف 20,000,000 يعني إذا عندك مشروع ساكلها تصيح النموذجية مشروع ناجح أنا أقول فاشل لأن إذا 1,000,000 اشتروا من 20,000,000 من 25,000,000 ناجح لو فاشل. زين اللي ما عنده يشتري نجي هنا لخدمة البلدية. أنا ما عندي أشتري أنا ما لاقي أكل ولا لاقي أسدن قوتي الشهري أو الأسبوعي أو اليوم أجي أريد أشتري مقبرة بالنموذجية ميلي. زين حسب ما يقولون يقولون عقدها من وقع من سيادة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في زمنها هاي أنه توزع مجانا. زين هذا المبلغ المن قاعد يأخذ وين خدمة البلدية هنا وين خدمة الاستثمار اللي يطاها. فإحنا عندنا قلت لك إحنا ملفاتنا هواي ويعني مو واحد يأخذنا أنه إحنا خدام الحسين إش جابنا على مجلس المحافظة أنت زين عذرا أكو معاناة للدفان والحفار. المعاناة كثيرة المعاناة الآن ابتزاز موجود الهم الابتزاز موجود وأطالب أنا أطالب الجهات الحكومية كافة أنه تعالج هذا الشيء هسامنيا ومنه بعد أنا قلتها معكم ابتزاز موجود يبتزوهم موجود. هذا بس عنوان أنطيه واللي طالبني أنا أطيه يعني إذا كان أحد يريد يتابع. ليش تخلون المواطن بعيد عن الدولة؟ المواطن اكسبوه خلي يصير ابن الدولة خلي يصير محامي عن الدولة خلي يصير محامي عن وادي السلام. اليوم يقولون أخذ الولاية بأهلها لما أطب لها مكان كون أحطن فرد 1, 2, 3, 4 معينين إلي حتى أعالج كل ما موجود بهذا المكان. فإحنا نقول أنه الآن شكاوى عليهم موجودة وكثيرة ماكو هيك صنف بال5,000, 6,000, 7,000 نفر ما تصير بيه مشاكل. لا مشاكل موجودة بالإضافة الإساءة إلى وادي السلام من الأيادي اللي طبت إلى وادي السلام وهي غريبة عنه. الآن الإساءة والدعاوى والشكاوى مو على أهل وادي السلام 100%. لا لما تسألني أهل وادي السلام وما أهل وادي السلام لا هذا وادي السلام الدفن بي أبا عن جد. جيب لي واحد هسا موجود على التيك توك أو موجود على الفيس أو موجود على الهاقع يراسل الناس ومدري شنو
بالنجف ما صار له سنتين ثلاثة عايش. زين أستاذ رغم أنا عذر المقاطعة، هذا ملف كبير جدا، كلش كبير وشائك وشائك وبي حقائق وبي مظلوميات وبي أمور كثيرة. أحسنت. نحاول إن شاء الله في حلقات أخرى نصور هناك بالمقبرة، أيضا نشوف شنو تقدر البلدية، نلتقي أساتذة يشتغلون يعني حكم اختصاصهم بالبلدية نعرف شنو وجهة نظرهم، لأن ما عندنا أحد موجود قاعد ويانا، لكن احنا ردنا نعرف من عندك يعني جملة من الأشياء، اختصاصك، همومك، تطلعاتك، همومك، برسالة سريعة للناخب العراقي، شو تقول له يوم 18-12؟ وجه له رسالة. أنا أقول لكل ناخب عليك أنه تنتخب وتنطي صوتك للأصدق، للأحسن، للذي خدمك. وأنا أما همومي فهمي الأول والأخير أن أرى مدينتي أنظف مدينة وأجمل مدينة، حتى في وادي السلام أن أرى وادي السلام أحلى من وادي تركيا. أنا همومي ترتكز على تقديم الخدمات لأهلي وناسي في المجال التربوي والصحي والخدمات كافة يعني. وأنا أقول أن إذا صارت مثلا وقعدت في مجلس المحافظة أنه أختار لجنة الخدمات لأن بيها كلمة خدمة، أن أكون قريب من أهلي وناسي ومحافظتي، أن يكون الناخب باختياره صادق وصحيح، وأن يتبع دينه، لأن الدين قبل 10 أو 15 سنة قالت مراجعنا كلها أنه المجرب لا يجرب، قالت اختاروا وابعدوا عن الفاسد واختاروا الأصلح والأنجاح. أن يكون الإنسان يعني إذا عانى ما عانى في هذه السنين المضت خلي ينتظرنا خلال هاي 20 يوم القادمة نكون في تغيير حقيقي وواقعي وصحيح. أنا أتمنى لك كل التوفيق. الله يستر عليكم. شكرا جزيلا لك. وأنتم مشاهدين الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا الجزء من برنامج إبشر. احنا بعدنا بالنجف وشوارع النجف، ومثل ما أكو مناطق متعبة ورويناكم إياها، أكو مناطق أخرى بها إنجاز، بها بناء، بها عمران، بها حياة، بها مواطن يريد يعيش، يريد يشوف خدمات. منين هاي الخدمات؟ هاي الخدمات تجي من مجلس محافظة، تنفذها المحافظة، وكل حسب مسؤوليته. نلتقي بمرشحة أخرى قدم نفسها انتخابات مجالس المحافظات حتى تخدم النجف. مرحبا ست. شلون صحة؟ الله يخليك. الله يحفظك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. بالتالي نريد تعرفين نفسك للسادة المشاهدين، اسمك وتسلسلك والقائمة. أنا شيماء عطية خليف المعموري، مرشحة لمجلس محافظة النجف لإبشر يا عراق، التسلسل للقائمة 143، تسلسلي 14. نشرف. أهلاً وسهلاً. أنت خريجة شنو؟ بكالوريوس علوم قرآن. أها. وحالياً شنو عملك؟ أنا معلم جامعي حالياً، أيضاً أنا مسؤولة قسم تمكين المرأة مركز فيكتوريا اللي هو مركز لندن بس مكتبه بالنجف الأشرف، قسم تمكين مرأة. مركز فيكتوريا هذا منه القائم على هذا المركز وليش بالنجف يعني؟ علوية زينب العلوي الرئيس التنفيذي للأكاديمية فيكتوريا. المركز وجد لتمكين المرأة بالنجف الأشرف، ليس فقط المرأة بل هو مركز تدريب وتأهيل وتطوير المهارات والإمكانيات للمواطنين بصورة عامة ولدوائر الدولة بصورة خاصة، وتحديدا للمرأة. وتحديدا للمرأة، احنا داعمين للمرأة، أقمنا عدة ورش ودورات تدريبية وتأهيلية وتثقيفية للنساء داخل المركز وخارجها أيضا. يعني ليش المرأة بالعراق مظلومة يعني؟ أو بالنجف الأشرف تتوقعين أنه هي مظلومة يعني؟ لا، المرأة ما ماخذ حقها؟ المرأة مو موظفة في دوائر الدولة؟ مو بمراكز متقدمة؟ المرأة أبدا مو مظلومة، بالعكس، خاصة المرأة النجفية احنا دا نشوفها أخذت مكانها، والدليل أنا أمامكم مرشحة الآن وأنافس الرجال. يعني احنا يعني من الإفطار في شوارع النجف الأشراف حقيقة لقينا بوسترات
لكسات لصور ومرشحات ولقوائم وائتلافات كثيرة، بالتالي هذا فشيء يشجع، وهذا حالة حضارية جدا، يمكن احنا نسبق الكثير من الدول العربية اللي لربما ما تعمل بهاي الطريقة. بالعكس المرأة كلش متمكنة بالنجف الأشرف عكس الصورة المعكوسة عنها يعني بالشارع العراقي، بدأت تشوف المعلمة والدكتورة والأستاذة والبروفيسورة وكلهم يعني أقدموا على الترشيح لمجالس محافظات بالنجف الأشرف وأثبتوا مكاناتهم، بالتالي احنا أساسا عندنا العضوات السابقات إلى الآن موجودات بالساحة السياسية ولهم تأثير. لهم تأثير، هم بالعكس هم قدواتنا، احنا اقتدينا بيهم ولهذا احنا رشحنا نشوف مكانتهم نشوف إمكانيتهم اللي قدموا للمحافظة، مو بالشيء الهين يعني مو بالشيء القليل، بعضهم صاروا برلمانيات ودخلوا وزارة، اللي امتهنت العمل الخاص واللي قدمت خدمات كثيرة يعني الكثير الكثير عن احتكاكي أكثر شيء بالعلوية زينب العلوي اللي هي يشوفها يعني كلش ممكنة للمرأة وكلش مساندة للمرأة، ولها فضل كبير إليها يعني بالنسبة لي لها فضل كبير ظهور سياسية. احنا نتمنى لك التوفيق، بس أنا تسأل السؤال، شنو قصة الدورات اللي تقام في أبو ظبي؟ الدورات اللي تقام بأبو ظبي هو أساساً مكتبنا مقره أبو ظبي، وإحنا مكتب يعني ثاني فرع ثاني إليه، فاللي يعني اللي يحب يكون دوراته خارج العراق يروح هناك للمكتب مالتنا، وإنما هي نفس الدورة إذا كانت بأبو ظبي وإذا كانت بالنجف أو أربيل أو. وش قد كلفة الدورة هاي؟ كلفة الدورة تبدأ من 50,000 لحد 3,000 دولار. عندنا دورات مجانية أساساً نقدمها يعني مجانية. مثل شنو؟ عندنا تنمية بشرية، حاسوب، أي دورة نشوفه يعني الإنسان محتاجها، شخص محتاجها وإجا يطلب، مكن الإنسان أنه يلقى عمل. عمل بلي عمل، أيضا مكننا نساء حبوا يكون عندهم مكان يلقون بدوراتهم ورشهم مجاني، يعني إحنا وفرنا المكان للنساء مجاني، ولدينا الكثير من الدورات المجاني داخل مركزنا، لدينا الكثير يعني مركزكم مركزكم ربحي لو يعني هو يعني تعاوني أكثر شيء، الهدف من عنده هو هدف نبيل، تقديم الخدمات والمعونة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخصوصا المرأة النجفية، بغيت تمكينها وإيجاد فرص عمل إلها في هذا الظرف اللي ربما يعتبر صعب. لا مركزنا ربحي يعني هو بالواقع مركز ربحي، فأكيد إحنا بنفس الوقت نقدر نقدم أشياء مجانية للنساء الغير متمكنات، نقدر نقدم مثلا دورة خياطة نقدر نقدمها مجاني، وأقمنا الكثير من دورات الخياطة للنساء الغير متعلمات. لحد الآن كم دورة قدمتوا؟ كم دورة؟ الكثير من الدورات، مئات الدورات إحنا مقدمين، مئات الدورات بواقع يعني شقد عدد مواطنين؟ كثير من المواطنين يعني عدد يعني وصل عددهم فد 1,000 واحد؟ يعني يصل للألف، يصل للألف. إقبالهم كبير عليكم؟ يعني هنا بالنجف الإقبال قليل، بالنجف يعني الإقبال قليل، فإحنا دائما أقول دائما المجتمع النجفي يحتاج دورات تثقيفية أكثر للنساء، دخول دورة تنمية بشرية، دورة تمكين، دورة القائد الناجح، وكذا كذا من الدورات، بعضهم ما يعرف شنو فائدتها لهم، بينما هي كلش مفيدة حتى للموظفين. أنا اليوم أريد أصير مديرة مدرسة، مديرة دائرة، أو مديرة لأي مكان، إذا ما عندي إمكانيات مستحيل أقدر أدير هاي المؤسسة، كون أنا متمكنة إدارياً، متمكنة شلون مهنياً، حتى أعرف شلون أدير هذا المكان. زين، يوم أمس من اتصلت بحضرتك بخصوص اللقاء، يعني قلت لك أنت وين تلقين نفسك؟ بأي لجنة من لجان مجلس المحافظة؟ فأنت جاوبتيني قلت لي أنا أصير رئيسة مجلس محافظة النجف، هذا الشعور نابع من كونك إنسانة قيادية لو حباً بالمنصب؟ كوني إنسانة قيادية أنا ما أحب أتقيد بمكان واحد، يعني أتمنى أعمل بكل المجالات اللي أقدر أشوف نفسي بيها، يعني مو مجال واحد، أكون رقابية لكل الملفات، أتمنى هذا الشيء، كون أنا ناشطة مدنية يعني من 2013 لحد الآن. أنت تلقين نفسك في مجال الرقابة؟ كل آية نعم. إذن أنت الإنسان اللي يراقب
عمل الآخرين بغية الوصول إلى مستويات راقية من المنجز، إنسان ربما نسبة المجاملة عنده قليلة. احنا تدري ليش نطمح يكون ترجع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، نطمح تكون النجف نجمة لامعة بسماء العراق، وهي كذلك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بنشوف احنا لازم كل واحد منا يكون رقابي على نفسه وعلى غيره حتى نوصل. بس فاسدين هواية عندنا ست، هواية فاسدين، يعني ربما هذا كلام يعني واحد يشوفني يقول هذا إنشاء، يعني الفاسدين هواية وعصابات واتفاقات ما أعرف. صح فاسدين أكو هواية، بس إحنا ذا خلينا إيد بإيد مستحيل يقدرون يتغلبون علينا. يعني أنا أحد الأضوات السابقات يعني ما أقدر أذكر اسمها قالت أني من مريت بظروف ما لقيت أهلي وياي، ناسي وياي، ناس اللي وصلوني الكرسي منصب المحافظة وياي، هم اللي مكنوني، هم اللي خلوني أقدر أطلع من هذا، من هاي الأزمة اللي صرت بها أني. الدليل إحنا أكو أيدي نظيفة، الدليل أكو سند للإنسان النظيف. إحنا إذا نبقى هاي عصابة وهذا ما يقدر يمكنك وهذا، مستحيل المحافظة راح تتطور. أنا أتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله تحققين منجز كبير وتفوزين هاي الانتخابات، ونصورك، وإذا فزتي نصورك، وإذا ما فزتي أيضا نصورك إن شاء الله. بغية أنه نجي للمركز نشوف شلون الخدمات اللي قدموها. أتمنى لك كل التوفيق. ممنونة، الله يحفظكم. شكرا جزيلا. إذا المشاهدين الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، ما زلنا في النجف الأشرف، تحديدا في شارع الرمان، ومرشح آخر لانتخابات مجالس المحافظات. مرحبا بالصدر. اهلا وسهلا بكم مكادر. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا مكادر قناه الايام الفضائيه. الله يحفظك. عرفنا بنفسك. استاذ اسامه الاسدي، ماجستير قانون عام، خريج جامعه الكوفه، ومحقق في شعبه التحقيقات قسم الاشراف التربوي. اها بالتالي هذا الاختصاص مالتك محقق، يعني اختصاص مهم جدا، نريد نعرف من خلاله تحقق بشنو في مديريه التربيه. نحقق بالأمور التي تخص الجانب التربوي واختلاطه مع أولياء الأمور. باعتبار اليوم كثير الأعمال اللي نقوم لها أكو تجاوز يصير من قبل أولياء الأمور، عادة يكون من تجاوز من قبل المعلمين، ونتخذ الإجراءات الصارمة بحقهم من خلال التحقيق الذي نقوم به. ممتاز. شنو حدود المعلم بالتعامل ويا التلميذ أو الطالب المعتدي على المعلم؟ احنا اليوم يعني توجيه المدير العام وتوجيه ملاكات ووزير التربيه بان للمعلم يجب ان يكون صوت مسموع واحترام يجب ان يكون، لان لولا المعلم ما صار القاضي، لولا المعلم اليوم ما صار لا المحامي، لولا المعلم اليوم ما صار اي واحد. يعني والدليل ونرجع هاي المحصله، اليوم لازم قوانين تكون قوانين قويه حماية المعلم. اليوم احنا قاعدين نشوف المعلم يعني اضعف ما يكون من قبل اولياء الامور. اليوم كثير من اللجان التحقيقيه يعني المعلم اول ما يقول يعني ليش يعني تظلموني، ليش يعني انتم ما انضربتوا، ليش ما... هو دائما المعلم في دائره الاتهام. نعم 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 دائما. ودورك كمحقق شلون تتعامل ويا الموضوع؟ دورنا يعني نتوصل الى 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 الى, إلى, إلى, إلى الحقائق. احنا اليوم كمحققين بغض النظر اذا كان المعلم اليوم مسيء، توصل الى حقيقه ونعاقب اذا كان مسيء. اذا كان مو مسيء مرات نخلي ولي الامر يتنازل عن الشكوى مالته باعتبار نقول له ترى هاي الشكوى عليك، ومن خلالها نقوم باجراءاتنا اليوم كقانونيين، نتخذ الاجراءات بحقه، وعندنا ممثلين قانونيين من خلال دعاوى الفتح على اولياء الامور. انت تذكر اللي يتجاوزون يعني هذا اكمل لك اللي يتجاوزون على المعلم. انت تذكر من كنا اطفال او بمراحل الابتدائيه والمتوسطه كان المعلم يتعامل طبيعي، اللي هو من يسير مثلا اي واحد من عندنا ما يحضر واجبه او كذا، يعني كان يضربنا بالعوده مثلا، ما كانت تصير هاي الامور كلها. وطبيعي، مسألة كلش طبيعية، احنا هنا ما نشجع المعلم انه يضرب الطالب، لا، ولكن اكو مراحل عمرية تحتاج الى تنبيه، الى ان المعلم ياخذ راحته ويكون مسيطر بالصف ويفارض هيبته، يوصل معلومة، بالتالي اذا انا ما انطي الهيبة للمعلم، شلون يضبط الصف؟ احنا من خلال القوانين السارية من قبل وزارة التربية بأن للمعلم ان يكون خزرة بيقدر يخزر الطالب، وهذا اثر سلبا على المجتمع. اليوم نشوف طلابنا
مستواهم التعليمي يعني أصبح لا شيء صراحة. بعضهم ما يحترم المعلم، بعضهم ما يحترمون، وهذا دل على شيء، دل على أن هنالك كثير من المدارس الأهلية خلوا المدارس الأهلية أداة جاذبة للطلاب، والمدارس الحكومية أداة طاردة للطلاب، وهذا ما يؤثر سلبا في المستقبل. إحنا إن شاء الله من خلال عملنا كقانونيين وممثل قانوني ووكيل وزير التربية باعتبار إحنا قانونيين وكلاء وزير التربية، يعني نحث يعني بس أدواتنا بسيطة اليوم إحنا، بس إن شاء الله من نكون المكانات نشرع بها القوانين، نخلي القوانين تخدم اليوم المواطن باعتباره مواطن وباعتباره مثل شنو أستاذ أسامة؟ إن شاء الله إذا الله سهل وتوفرت لك فرصة أنه تكون عضو مجلس محافظة النجف الأشرف، شنو هي القوانين؟ شنو جديدك؟ الجديد لازم اليوم المرشح كأسامة الأسدي اليوم أنا عايش معاناة الناس، وأعرف الناس شنو المتطلبات مالاتهم، وأعرف القوانين التي تنفع المجتمع. لولا بسم الله الرحمن الرحيم، مرات عندنا آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه الآية واضحة بأن هنالك لا يجب اللي 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 عاقل اللي يجاوز ياخذ عقوبة وياخذ جزاته. اليوم احنا كمجلس محافظة ان شاء الله من مثل هاي الشريحة الشبابية باعتبارنا كشباب راح نخلي يعني انا ما يعني ما اسلط على الضوء على الجانب القانوني فقط، الاهتمام بشريحة الشباب، الاهتمام باستثمار طاقات الشبابية اليوم بحثهم للعمل، حثهم للأمور التي تخدم المجتمع بالشكل الصحيح. اليوم مو بس باختصاصي، اليوم تدر القانون مثل ما يسموه طماطة، وين ما كان تخليه هو قانوني. فإحنا إن شاء الله مجلس محافظة الاهتمام بشريحة الشباب من خلال فتح المصانع التي تم إغلاقها، المعامل التي تم إغلاقها، نفعل ونحاسب كل من أساء للنجف، المشاريع التي اللي تبعثرت واللي انخذت فلوسها، المشاريع اللي تهيكلت على 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 الصعيد النجفي. اليوم الشاب النجفي اصلا اصبح محبط من العمليه السياسيه برمتها، ولكن احنا ان شاء الله بوجود هاي الناس الخيره، بوجود هاي الناس الزينه، ان شاء الله اكو تغيير حاصل. يعني انا اليوم من خلال جياتنا وحملاتنا للناس ويعني الله يشهد، يعني بعيدا عن الدعايه الانتخابيه، شفنا ناس يا استاذ، شفنا ناس والله بامس الحاجه ان واحد يكون يخدمهم من خلال تفعيل القوانين، من خلال الاستثمار، من خلال هواي أمور يجب أن تفعل. تعرف أنت اليوم مدينة النجف مدينة سياحية ودينية، مدينة العلم والعلماء، شبابنا والله يحتاجون. تعرف اليوم شبابنا اليوم راحوا اتجهوا لغير اتجاه، بعض الشباب والعامة الناس أكثر أصبحوا غير اتجاه، عاطلين على العمل. من راح يعطلنا على العمل إيش راح يسوي؟ راح مخدرات، راح السجون تاخذ من عندنا هاي الشباب. اليوم كل الدول تهتم بشبابها الا بالعراق. اليوم شاب يطلع مظاهرات ينكتل حسبه لاهله راتب تقاعد. لا هاي الفتره الجوانب الانسانيه ما حدثتني عنها، شو اشتغلتوا؟ يعني احنا عندنا يعني وصلت قاع خمس دوانب، وزعناها 50 50 50 متر للعوائل الايتام فقط. والله عافية عليك. والله العظيم يعني انا الشاب اليوم هاي القاع مو مال لا دوله ولا هاي، مال ارحامنا، مال اهلنا، مال ابهاتنا، وزعناها ومرات وتشاركنا بها من اموالنا الخاصه. هاي من ايش وقت بديتم هاي؟ هاي قبل الانتخابات. قبل الانتخابات ما يقارب صار لنا سنتين نشتغل عليها. ممتاز. عمليات انسانيه، يعني واحد عنده حصوايه بالكلى مسوي له عمليه، واحد عنده فتي جريح مسوي له عمليه، وجال نشكر يعني بعض الدكاتره اللي يساعدونا. يعني جانب الانسان الثاني زين، انتم طيتوهم وزعتوا لهم، هم شلون بنوا القاع؟ انا بالنسبه لي هم لكم مؤسسه مؤسسات خيريه ونحب نذكر اسمها بالاعلام، وزعت يعني انطت من عند هم ما يقبلون تذكرون؟ هم ما يقبلون. جزاكم الله الف خير يا ناس. اكو تجار جزاهم الله خير، يعني انطوا اموال قالوا يابا تشتغلون لهاي الناس. وبنيتوا بنينا 50 متر، خمس قطع دقنا لها رباط، واكو خمس قطع هسه وصلنا بيوت صارن ما شاء الله. سقف صار، سقف صار بعده بس ما ملبوخ ولا كامل. قد كلف؟ يعني ما يكلف مبلغ بسيط، 10 ملايين. 10 ملايين. 10 ملايين. بنيتوا بلوك؟ ها بلوك ورباط، ويعني الامور حلوه. يعني البيت يعني بعدين يصير كاشي وبواري 10 ملايين ولبوخ وترتيبات كاشي وسقف كونكريت حصيره. ممتاز. احنا اشتغلنا بدينا باعتبار على نجار. البيتونه اهم شيء، البيتونه. البيتونه مو سوى سندويتش بنل. لا مو سندويتش. انت سويت تعرف الاجواء العراقيه متربه وممطره
وبالحر بالحر كله بالحر تأذى اليوم الناس تقبيم المؤمنين. أنا بس أدنوح على فتشي تفضل. اليوم إحنا كشباب قادرين على التغيير، قادرين على الاهتمام بشبابنا. أنا اليوم لو تسألني هسه السؤال تقولي ليش أكثر قاعد أشوفهم كادرك هم شبابين، ليش ما اعتمدت على مثل ما تقول المشايخ؟ والله وينهم مش مع اليوم أرد أشوفهم وينهم تعال أستاذ أحمد بإمكان يصرح لهم أستاذ أحمد خلي يجون أرد أحكي وياهم وشوف دعم ذاتي من عندهم. تدري احنا اليوم يعني ما مدعومين كحزبيا. تعال تعال تفضل 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 تفضل. وما عندنا اليوم احنا الحاضر والماضي يشهد منكم نحن اليوم. اني والله العظيم كل شيء اشتغلنا. استاذ تعال هنا بلا زحمه عليك، تعال هنا تعال اريد اتعرف عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه. شلونك؟ شلون صحه؟ مرتاح ان شاء الله. اسم حضرتك؟ وليد حاتم الزبون. وانت حبيبي؟ امير حاتم. وانت؟ صفاء عبد الزين طالب قانون. شرف بيك. الله يخليك. طالب قانون ملك. يا مرحله رابعه. وانت عين؟ علي طلال هادي. وين تداوم؟ ما تداوم. اتمنى لك التوفيق. زين استاذ احمد عرفنا نفسك. احمد الشكري محامي محكمه استئناف النجف. نشرف بيك. بالتالي ليش جيتوا يا استاذ اسامه؟ لانه شاب طموح ويريد يخدم شباب النجف وعنده طموح يريد يفتح المصانع، يفتح الشغلات المغلقه على النجف، يسوي فرص عمل للشباب. ممتاز. هذا الغايه اللي جاي. وانت هسه شنو بدك تسوي؟ انا هسه جاي اوزع المعطرات للسيارات كرتات. اتمنى لكم التوفيق. ايش كاتب الفريق الخاص؟ الفريق الخاص القائمه التسلسل المرشح الحقوقي اسامه الاسدي. شو اسمح لنا؟ يعني فكره لطيفه. هذه الفكره يعني هاي 118 108000 دينار 30 درس. ما عندنا اليوم احنا لو تشوف هسه بامكانك استطلاع تخلي اقل دعايه انتخابيه كلفتني مليونين ونص. احنا لا 300 مليون ولا 200 مليون عكس بعض المرشحين ذبوا 300 و400 مليون. اريد اسالهم سؤال. اليوم انت من الذب هالقد اموال وهل قد فلوس شنو ببالك؟ شنو ببالك؟ اليوم انت راح تذب هالقد اموال ايش راح تخدم؟ والله ما يخدم. والله رايحين يوم يجون على الكومبوشينات وعلى المسائل. هسه واحد يسالك سؤال من وراء التلفاز يقول 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 يعني هسه انت ما تدور مناصب؟ وانا لا، انا كشباب طموح اتمنى اوصل المناصب. في سبيل شنو؟ في سبيل تحقيق اهداف الشباب. ممتاز. تحقيق اليوم من اشوف اليوم مدينه النجف حلوه، هذا الشيء يرد يرد ايجابي انه الله يشهد ورسوله. اليوم انا هاي الشباب مؤمنه وقادره على التغيير. انا اليوم كنت كاسب واشتغلنا كثير من الاعمال اللي يشتغلوها كسب البسطاء. بعت لبن، بعت شربت، شرف دهين، شرف نجار مال قالب، واحكيها وانا رافع صدري ورافع راسي. كملت الدراسه ومتزوج وعندي 3 بنات. الله يحفظك. والله العظيم ما مدينا ايدينا المال الحرام، وتعرف انت محققين احنا. واسال على اليوم بامكان هذا السؤال للناس، اسال قبل لا تنتخب فلان، لا يغرك الدعايات، لا يغرك صورهم، لا يغرك اليوم هم غير قادرين. انا اشوف بعض الناس غير قادرين على الخدمه، بل هم بالعكس مصاصين دماء، مصاصين دماء هذا الشعب المسكين. نتمنى يكون توصل وجوه جديده شبابيه تخدم، والله ملينا من الوجوه الكالحه. انا اشكرك جدا، اشكرك واتمنى لك كل التوفيق. للشباب اللي وياك، وان شاء الله تتعين انت حبيبي، يصير عندك شغل ويصير عندك عمل وتتزوج انت. احنا اليوم بس الله يستر لك ان شاء الله. بس ارجع للمايك اذا تسمح لي. تفضل. اليوم مو الشباب غايته كلها التعيين، بامكانيات العراق ممكن التعيين. ايجاد فرص عمل. ايجاد فرص العمل، المعامل، معمل الاطارات ومعمل الالبسه ومعمل الخياطه ومعمل سبنت، ذن اليوم الفتحان يلفن شباب النجف كلها. اليوم شاب يشتغل يرجع ينام، اصبح اليوم الابو، شوف النظريه، اصبح اليوم الابو قام يرجع يصرف على ابنه من خلال على مود بيروح ابنه يروح بطريق اعوج. اليوم احنا هذا الشباب، والله ولا اتصنع بالكلام، كلامي ولا محضر انشاء بالكلام. واضح ابد واضح ابد واضح. اليوم اني صوت الشباب وحق الشاب على الشاب، نتمنى نخدم هاي الشباب ان شاء الله. غير ان شاء الله غير ما عندنا. سالتني قلت لي تحب المناصب؟ احبها بخدمتها بترويضها لخدمه الناس. احسنت بارك الله بيك. اشكرك جدا عزيز. شكرا. اخذوا راحتكم انتم بعد. شكرا جزيلا. شكرا استاذ، شرفنا. اتمنى لك التوفيق. اذا المشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقه من برنامج ابشر، مثل ما شفتوا انتقلنا الى اكثر من مكان، حاولنا ان نسلط الضوء على كثير من القضايا والهموم، التقينا بمرشحين، مفروض ايضا بعد عندنا مرشحين اخرين موجودين هنا محافظه النجف الاشرف. بالتالي احنا نحاول دائما انه نقول كلمتنا الاخيره في كل حلقه، وهي كالتالي: احنا نريد نوصل فكره انه يوم 18/12 الانتخابات مجالس المحافظات، اطلع انتخب، انتخب اللي تعتقد انه هو يقدر يغير من وجه المحافظه، من وجه الوطن. ابتعد عن الاسماء
الفاسدة، ابتعد عن الأشخاص اللي يحاولون دائما أن يستغلون المناصب لأغراض شخصية، اختاروا الناس الزينين أرجوكم أرجوكم، خدمة لإحنا نكيف من نشوف شوارع النجف بهالشكل هذا، نكيف من ندخل مولات ونشوف، نكيف من نشوف مجمعات سكنية، نريد نخلص من العشوائيات، نريد ترتيب، نريد مدارس، نريد مستشفيات، نريد حياة طيبة، مواطن عراقي يستحق كل خير. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر، أبشر يا عراق.